موجز إخباري جديد من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير ونائبه وجميع الأطراف الجنوب السودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان، والتي تناولت تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري. وأشار السيسي إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب حوض النيل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية التي أكدت أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض. انتشرت أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم ارتباط عمرو دياب بالفنانة إيمي سالم، ولكن صدى البلد علم أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح، وأن الصور المتداولة لهما ليست حديثة، بل التقطت لهما منذ عامين خلال الاحتفال بعيد ميلاد الهضبة، وكانت معه في ذلك التوقيت دينا الشربين. وختاماً مع أخبار الرياضة، حيث أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الدوري الممتاز سيستمر بدون لاعب المنتخب الأولمبي ولن يتم تأجيله. ونوه مرزوق إلى أن الدور 32 بكأس مصر سوف يلعب مبارياته بدون اللاعبين الدوليين، وذلك تم الاتفاق عليه مع الأندية، مشيرا إلى أن باقي الأدوار سوف يشارك فيها الدوليين بصورة طبيعية. ختام الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقع صدى البلد.